اكو تقرير الرويترز يقول دكتور انه الفصائل العراقيه بالقنيطره شاهدت الدبابات الاسرائيليه وتلقت تعليمات بعدم الاشتباك مع قوات هذا الكيان. يعني تعليمات منين؟ غير سلسله المراجع. وشوف اكو شيء معقد هذا الموضوع خصوصا بالقنيطره. الان كل الاحداث يعني القراءات العسكريه الميدانيه تقول على ان القنيطره ستكون هدف ل القطع خطوط الامداد سواء كان من خلال تدخل بري او كان من خلال هجوم بالطائرات. ولذلك ان هنالك مشكله، المشكله هي تتعلق في الوضع في سوريا. حقيقه الوضع في سوريا اصبح شبه معقد، وان هنالك اعتقد نوع من خفتان الصوت الرسمي السوري في قضيه مواضيع الاشتباك او في قضيه التدخل لمثل هكذا مواضيع. اكو حديث مثل ما قلت. شلون فسر هذا الصمت؟ هو طبيعي النظام السوري هو هذا. والله هذا اللي انه يعتبر البقاء من عدمه من ضمن الامن القومي العراقي حقيقه. استراتيجيات الان وساحه المتداخلات في سوريا كلش معقده، واعتقد انه الان يفكر ممكن ان يكون مستفيد النظام السوري. من شنو؟ من كل اللي يصير. يعني مثلا اولا استهداف او محاوله اضعاف الوجود الايراني في سوريا واصبح هدف حتى الوضع الدبلوماسي، تذكر القصف. قضيه ثانيه او حتى الفصائل اللي موجوده هناك بالعراق ممكن ان تكون واجهه او مفتوحه في قضيه استهدافها. ووجود حزب الله في سوريا ايضا. يعني بمن يستبدل السوري، بمن يستبدل النفوذ الايراني؟ شنو؟ روسيا يقال انه متدخله على الخط، وهنالك تقييد في قضيه التحركات وتحركات وغيرها. هاي فيما يخص الجانب الروسي. تعرف الاعلام الكيان شو يقول دكتور؟ يقول هاي التحركات بالقنيطره بالجولان هي اصلا خوفا من الفصائل العراقيه نفسها، ومرتبطه بشكل او باخر من عامين المقبلين، انسحاب القوات الامريكيه ربما من بعض المناطق والقواعد في سوريا. هاي المخاوف بالفعل تعتقد مرتبطة بمعلومات عن المستقبل القريب لشكل العراق تحديدا أو حتى مصير المقاومة العراقي؟ مصير المقاومة يعني بسوريا؟ بالعراقية؟ لا سوريا. موجودة بسوريا. أنا أعتقد أكو خريطة جديدة بقضية سوريا. أنا هنالك ربما يكون هنالك تماهي مع مشروع خليجي لإعادة تأهيلها مرة أخرى. أيضا روسيا ستكون داخلة على الخط. ثانيا قضية هي مواقفها الآن مع من؟ أنت شوف خطابات الرسمية للقيادة حتى استشهاد السيد حسن نصر الله، يعني شو وقت يلا طلعوا بيان